حياكم الله ويا رب تكونون احسن حال. اليوم هو الجمعة الاخير بشهر نوفمبر الجاري، واللي يميز هذا اليوم من السنة انه يطلقون عليه الجمعة السوداء او البلاك فرايداي. وبهذا اليوم انه تكثر التخفيضات والعروض من الاسواق، من السوبر ماركتات، حتى من المواقع اللي موجودة على الانترنت. التخفيضات تكون جدا كبيرة، يعني توصل لنسبة اكثر من النص، يعني توصل لنسبة 75% و 80%. هناك كلام هل هذه التخفيضات حقيقية او هذه التخفيضات مزيفة، فخلونا ناخذ فكرة سوا ونتعرف على الاسعار والتخفيضات في هذا اليوم. هذا الحذاء اكرمكم الله سعره بالايام العاديه 300 قرون، التخفيض اللي عليه 40%، يعني تقريبا النص. فيعني اشوف انه العرض يستاهل. بعيدا عن التخفيضات والعروض اللي موجودة بهذا السنتر، هنا اكو خدمة جدا مميزة وجدا حلوة. هذا رف الكتب اللي موجود هنا. اي واحد عنده كتاب قديم يجي يضع هنا، يعني كنوع انه يعطيه بشكل مجاني، وممكن اي واحد يجي يستعار كتاب من هذه الكتب الموجودة وبعد ما ينهي قراءتها يرجعها او يحتفظ بها. فهذه هي مجموعة من الكتب المستعملة، هي خدمة اشوفها جدا مميزة. تخيل حتى صيدلية هذا اليوم مسوي عرض. نادرا ما تلاقي ناس موجودين بكثرة مثل هذا اليوم بهذا السنتر اللي احنا متواجدين به، بس بما انه موسم تخفيضات وموسم عروض فالناس متواجدين بكثرة. نترك هذا المكان وناخذ جولة بمكان ثاني. المكان الثاني اللي حاب ازوره وشوف العروض اللي موجودة به هو متجر. ناخذ لمحة سريعة على الأسعار والعروض اللي موجودة بمتجر البلكي. والملفت للنظر هذه علبة التمر، هذه علبة التمر وزنها كيلو وسعرها 99 قرون، يعني تقريبا 15 دولار. كيلو تمر سعره 15 دولار. الملفت به والمميز به انه المنشأ مالته او بلد الاصل مالته او صناعته او تسويقه مكتوب هنا اسرائيل، يعني هذا تمر فلسطيني سعر الكيلو 100 قرون. يعني التمر اللي ببلادنا موجود ما له قيمه، ماكو سياسات تسويقيه. كان المفروض انه بلادنا مصدر التمور تهتم بهذه المنتوجات، يكون لنا الاولويه بدل هذا الكيان الهجين. هنا بالبلكه اكو عروض واكو تخفيضات على كثير من الاشياء، بس للاسف مو كل الاشياء عليها عروض. طبعا انا شايف العروض اللي عليها تخفيضات عروض تستحق، يعني توصل نسبتها 30 و40% من سعرها الاصلي. قسم الكهربائيات هو اهم قسم موجود بهذا المتجر بخصوص التخفيضات، لان هنا ممكن اللي محتاج حاجه كهربائيه او اله كهربائيه ممكن يوفر مبلغ جدا كبير في حال ما انه استطاع انه يحصلها ويشتريها اليوم. واحده من العروض اللي مسويها هو ممكن تشتري بالتقسيط لمده 20 شهر،
بدون فائدة أو بدون غامسة وبدون أي تكاليف إضافية، مجرد أنه تأخذ الجهاز اللي أنت حاب تشتريه وتقسط لمدة 20 شهر. تخفيضات 30% على كل لعب الأطفال. طبعاً هذا القسم عليه ضغط جداً كبير، الناس متواجدين بكثرة على اعتبار أنه قرب موسم الأعياد، بتزداد الهدايا الأطفال بهذا الوقت من السنة أنه يعطون هدايا طبعاً مناسبة أعياد رأس السنة. وأقدر أستنتج بالنهاية وأقول أنه التخفيضات اللي موجودة متجر بالك حقيقية، التخفيضات يعني بيها نوعا ما اشياء تستحق الزياره لهذا المتجر هذا اليوم. هذا اليوم توقع تخفيضات على كل شيء، بس انك تتوقع تخفيضات على اسعار الوقود الديزل والبنزين فهذا شيء جدا مستبعد، او خلينا نقول مستحيل. يعني كنت اتوقع انه هم يكونون موافقين الموجه او ماشيين ويا الموجه، واكو تخفيضات على اسعار الديزل والبنزين بس لا، الاسعار ثابته هي هي. المكان والمتجر الاخير اللي حزوره هو اليوم متجر الجيجان. هنا حتبين فروقات الاسعار الحقيقيه والعروضات الحقيقيه على الاسعار الكهربائيه. هنا قسم الثلاجات، طبعا اغلبنا ما عاد علم باسعار الثلاجات موجوده بالدنمارك، مثلا هذه سعرها 4000 او 5000 كرون، يعني اغلب المهاجرين ساكنين بشقق، والشقق تكون اللي يسكن المهاجر يسكن بشقه تكون من ضمنها والطباخ كل الاجهزه الكهربائيه، الاجهزه الكهربائيه البيضاء اللي يسموها ثلاجه، الطباخ والفريزر. صراحة ما شفت أي تخفيض بالأسعار، ماكو بالفروق، ماكو أي فروقات بالأسعار اليوم عن باقي الأيام العادية. وبالنهاية أحب أقول هذه كانت جولة سريعة بهذا اليوم، يوم التسوق، يوم البلاك فرايداي. كل اللي اشترى شغلة هو محتاجها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتهنى بها، واللي ما حصل وما اشترى شيء ممكن يحصل، واتمنى له انه يحصل بالعروض الباقيه. التقيكم على الخير ان شاء الله، حياكم.